يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص يملك عمارة تجارية وقام بتأجيرها على بنك ربوي، والآن يريد صاحب العمارة أن يبيعه. يقول شخص يملك عمارة تجارية وقام بتأجيرها على بنك ربوي، والآن يريد صاحب العمارة أن يبيعها على شخص آخر. السؤال: هل إذا قمت بعمل السمسرة بين البائع والمشتري أكون آثما، علما بأن البنك ليس له علاقة في البيع لا من قريب ولا من بعيد؟ إذا قمت بالسمسرة تأجيرها للبنك فلا يجوز، لأن هذا إعانة على الربا المرابا. أما إذا قمت بالسمسرة في بيعها على غير البنك، البيع المعروف النزيه، فلا بأس. نعم.